فيما يتعلق بتوقعات الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، فمن المنتظر زيادة في الإيرادات الجبائية بحوالي 10% سنوياً لتغطية ما لا يقل عن 90% من نفقات تسيير ميزانية الدولة وحدها بحلول 2023. كما أن عدم كفاية الموارد المالية لا تزال مطروحة بحدة بالنسبة لميزانيات الجماعات المحلية. بالفعل فإن عدد البلديات التي تعاني من عجز في ميزانيتها قد تجاوز 1000 بلدية من أصل 1541 بلدية، أي بأكثر من ثلثي هذه الجماعات، والتي لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمساهمات المالية الواردة من صندوق التضامن والضمان للجماعة المحلية كما ذكره سابقاً السيد الوزير الأول.